الخبر الأولي عدنا عن قمر مار ونور مار والأشياء الجديدة اللي طلعت عنهم على حول التقاهم ويا بعض. طبعا الأشياء السابقة يا حبايبي اللي هي انتشرت هذه الصورة واللي كانت عبارة عن فوتوشوب لكل واحد بلشون صوروا ويا بعض. أما اليوم يا حبايب فانتشرت هذه الصورة إنه قمر مار ويا نور مار بيلتقون ويا بعض، ولكن أيضا هذه الصورة يا حبايب مو حقيقية. والدليل على هذا الموضوع إنه الصورة اللي حاطيها أصلا نور مار هي مخذية من حسابها بالإنستغرام، واللي هذه الصورة أصلية قاصية مسويها بالفوتوشوب. فكتنا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وبالإشاعة. ننتقل حاليا لمسام تيكيت وياس، وأخيرا مثل ما تحللت اني بالمقاطع السابقه انه حيرجعون ويا بعض ويصورون المقطع ويا بعض. طبعا اللي شاف المقطع يروح يشوفه على قناه فنبولي، وان شاء الله الف مبروك على العوده. بالاضافه انه بعض المتابعين صاروا يتهجمون على ياسو، السيف صار يقولوا لها انه انت شلون تعطين الكوجي اللي هو التشلو اساسا مال ريدر كان تنطي الوسام تيكيت وتصير طالع بالفيديوهات. ما ادري صراحه انه احبه بالكومنتات هل يستحق هذا التهجم اللي تعرض له ياسو او لا. ننتقل حاليا نور مار وتنزل هذا شويه ستوريات يعني من خلالها عن تصوير اشياء كلش ناريه وخرافيه، راح تنزلنا بالايام الجايه. وبنفس الوقت يا حبايب سووا رده فعل على المندي السعودي، راح احط لكم رده فعل شوفوها. لا تسالوا ليش شعري كله مي، بس كنا عم نصور شغلات كثير قويه. مهم حابب اوضح كم شغله قبل الستوري بعد. انا شعري بعد المي. يا جماعه واخيرا شفت اسلام وهو بالمسبح. اوكي تعال. ليش؟ عارف ليه؟ خذ الضربه دي قدام متابعينك. ليش؟ مختفي. ورحت خطبت وعملت كل دوت ومتابعينك مش سايبيني ليه؟ يا جماعه من البارحه اليوم لهلا ماني نايم، وهلا اكلت مندي سعودي رهيب، فانا ما عم بحس اتحرك قسم بالله، حتى حكي ما عم بحس احكي، حتى اسلام نايم بس ما عم بحس يحكي من برا البيت. لو سمحتي ما تكلمني عشان انت قاعد تكذب. لو سمحت لو انت لو سمحت ليه؟ انا اسف انا نايم انا كمان. انا اسف كثير يا تصبح اخي. اسمع قول لهم عرفهم من دلوقتي ان انت رايح تنام عشان ما حدش يقول لي، انا بعد شويه بعد ساعه بروح انام انا كمان عشان ما حدش يقول لي حاجه. تصبح اخي. روح حاليا وسام تيكت واعلانات تنزل مقاطع قويه ثانيه ويا ياسو. فاز هذا الستوري يا حبايب على حسابه بالانستغرام، كان كاتب عليه اكبر غلطه واللي هو مقطع راح ينزله ويا ياسو باكر الساعه بالاربعة اللي ممكن يكشفونا به هو يحقق عن سبب الخلاف اللي صار بيناتهم. ما ادري صراحه يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وننتقل حاليا لياسو دخوله المستشفى، فنزل شويه ستوريات من داخل المستشفى بدها تاخذ اللقاح مال كورونا الثاني. طبعا هي اخذت الاول قبل فتره، حاليا وقت الجرعه الثانيه راح احط لكم الستوريات مالتها من داخل المستشفى. الو كيفكم؟ اليوم رح اروح اخذ الجرعه الثانيه من لقاح كورونا. كثير خايفه لانه اول مره كنت كثير متحمسه، وثاني يوم يعني بعد ما اخذت اللقاح كنت عم موت، ومن لما اخذت اللقاح ما عم طيب مرضانة. فاليوم يعني هالاسبوع الماضي حسيت حالي انه انا تمام، ف خليني اخذ الجرعه الثانيه واخلص منها. هلا كثير خايفه عكس اول مره صراحه. يما اذا متت يعني انا بحبكم كثير. باي. مش الحال والله، هي شكه صغيره بس هي مو هي القصه. القصه بكره. انا كل مرة هذيك المرة لما أخذت اللقاح كانت معي كارولين عم تضحك علي، هلا هنا. اخر شغله محمد جواني بتنزيل الفيديو كليب مالته ناري يا حبايب. الفيديو كليب نزل بعنوان يا حظي، صراحه فيديو كليب كلش ناري، باكر ان شاء الله راح تنزل رده فعلي عليه، بس ما الاشخاص اللي سمعوه صاروا يتوقعون اني بيسان هي المقصوده به، فما ادري الصراحه. اللي ما شاف الفيديو كليب يروح يشوفه، انصحكم رابط الوصف. وفيديو صراحه كلش ناري، فيديو كليب وصوت صراحه كلش خرافي، فاكتبوا لنا بالكومنتات هل توقعون يصدق بيسان جنبي او لا. ويصل حبايبنا صوت المقطع بالمقطع عجبكم، لا تنسون تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس. تنكوا في الزين من قلب ميت القصص، مع السلامه.